ما عدا التوتر مال الامتحان والهوسه مال الامتحان والتحضيرات للامتحان. الصبحيه عطلت فينا الكي على جسر الجادريه ونزلنا دقينا مشي من جسر الجادريه اللي جاي، طبت الكافتيريا وقع علي شاي وبلعتها ما يخالف. تقعد الصبح تتغسل وجهك تطفي الكهرباء مي ماكو الزحامات. قعدت الصبح كانوا يمنا خطار شو مسوي الصغيره لازمه قميص ومفخوتي. قعدت الصبح دورني على قميص ماكو اخذت قميص اخوي وطلعت. المجال المطينا يا قليل ويريد اسئله كلش مركزه وصعبه. شيء قليل بالانجليزي جابوه من الماده، يعني هو ظرفنا صعب احنا والفتره قصيره جدا بين الامتحانات، يعني مو مثل السنوات السابقه. لا هو ما اجى شيء خارج الماده الصراحه. يعني كل اللي اجى من هسه ثلاث مواد امتحانين اللي هسه كلها من داخل الماده، ما اجى شيء من الخارج. فتره الامتحان بين يوم ويوم هاي همين ماده، يعني كتاب انت ما تلاقي ترجعه قاري قبل فتره يعني. زين حسب القاري المادة، إذا قاريها كلش زين أوكي فهو يجاوب الأسئلة يطلع معدل عالي. إن شاء الله أطلع معدل عالي من 76 وفوق، إن شاء الله أنقبل كلية العلوم السياسية. بالنسبة لي أنا يعني كلية علوم حاسبات إن شاء الله الله يوفقني وأتخلص من السادس. يعني أطلع كلية الحقوق وإن شاء الله أطلع بالتسعينات وأنقبل بيها.